صباح الخير. توت، ممكن يصحيك الطيور، ممكن يصحيك الديك، بس ترى ممكن يصحيك كمان القلب. صحينا على زقزقة العصافير وصوت البط وصوت البقر والحصان، يعني جد طبيعة جميلة. يا سلام، أخيرا حنبدأ بفقرة الفطور إن شاء الله. لما شفتهم قاعدين يحلبوا البقر وعرفت عنه معلومات كثيرة، لازم تحلبوا الصباح والمغرب، لو ما حلبت ممكن تمرض البقرة وممكن تتعور، فقررت إنه أشارككم واحد. يعني الآن كده أخذ شوية من الحليب. أيوه وأبدأ. بعدين تسحب على فوق زي كذا. كنت مرة مبسوطة إن أنس بدأ يأخذ الأعمال الشاقة زي حلب البقر. الحمد لله، والله جمعنا كمية جيدة. الآن خلاص نقدر نروح نفطر فيه. توكلنا. بس نسوي له بسترة. بسترة إن شاء الله. يلا بسم الله. يلا. أنا لما شفت كيف البط طلع بسلاسة وبهدوء وراح للبركة وصار يسبح، قلت خلاص أمورنا تمام. فجأة رجع البط وصار يأكل البيض. اكتشفت أن ذكور البط تبغى تأكل البيض وتخلصه بس، فحسيت أن بالعب والثقل أني لازم أجمعهم بسرعة وأنقذهم. يلا تعالي نجمع. وين؟ في هنا. كانت ريحته يعني مش بلا بد، بس تحملنا عشان طعمه اللذيذ. السلام عليكم. أنا أقول السلام عليكم. وصلت عند الديك الرومي وصار حوار بسيط وزعلنا من بعض الصراحة. الصباح باين كان شايل علي وأنت شفته، فقررت أناقشه شوية، يعني يا أخي هدي الأوضاع. قولوا كذا، قولها ما يراضي تصير. قولوا بس برضه مصر ما راضي يرضى. يلا مع السلامة. أمس ضربت معاه دحين زعلان. خضار، في فواكه وخضار بكتشفها من أول وجديد. هذا إيش الجزر؟ من الجذور وشوي شوي ونطلعها، صح؟ صحيح. يمكن هذه أول مرة بحياتي أشوف هذه الكمية من الخضار وأقطفها بنفسي. والله صعب، الجرجير صعب. قطفنا الفلفل والفراولة والقدونس والجرجير، جدا ذيذة. يم، أنا أقطفهم وأكلها كانت كلها سكر، كان طعم يلا هذا فلفل بارد وهذا الفلفل حار. من الجذور؟ بيدين، يعني اسحبيها عشان ما تكسرين الشجرة. ألفها بعدين أقطع. حلو، أقدر أسوي محشي؟ أي جد؟ لا، في الكبير ممكن ناخذ الكبير. هذا هو الكبير، هذا حق المحشي.